كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. ما معنى كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرات؟ اللهم إني أسألك فعل الخيرات، أي أن أفعل الخيرات. معنى هذا أن فعل الخيرات لا يكون إلا بتوفيق الله، لو لم يكن كذلك لما كان لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم معناه. لأي شيء يدعو، تريد أن تفعل الخير فعل الخير. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات، معناه وإن كنت أريد فعل الخيرات فلم توفقي ذلك لم أفعلها. معنى ذلك أن من وفق، من فعل الخيرات فقد سبق ذلك التوفيق، سبقه التوفيق، ربنا سبحانه وفقه إلى فعل الخيرات. فعلى الإنسان أن إذا صدر منه خير عليه أن يضيفه إلى أهله، عليه أن ينسب ذلك إلى ربه، لا يقول أنا أتصدق، أنا أفعل، أحج، أعتمر، أصلي، أنفق على العلماء، على الطلبة، على لأني رجل صالح، لأني إنسان مهذب، لأن أهل بيتي ربوني فأحسنوا تأديبي. ذلك كله صحيح، ولكن ذلك كله إنما سبقه توفيق الله، ولولا ذلك لما صنعت شيئا من الخير. أكلما أردت أن تفعل خيرا صنعته؟ أكلما عرفت فعلا من الخير وأردت فعله فعلته؟ كم منا يعرف أن الصيام من أعظم أفعال الخير؟ هل يصوم أقصد سوى الفرض؟ هو يعلم ذلك لكنه لا يفعل. هو يعلم أن قيام الليل من أعظم ما يقرب إلى الله ولكنه لا يقوم. هو يعلم أن بذل المال سحا ها هنا وها هنا من أعظم ما يقرب إلى الله لكنه لا يفعل. لماذا ذلك؟ لأنه لم يسبق ذلك التوفيق. سأل ربنا سبحانه أن يوفقنا لفعل الخيرات. نعم.